شفنا مع حضراتكم تقرير السباحه وشفنا قد ايه الشغل اللي بيبذل والمجهود المضاعف الحقيقه، لان زي ما احنا قلنا ان الفتره اللي جايه هي فتره الحصاد لاغلب الفرق الرياضيه جوه النادي الاهلي. الحقيقه طبعا برحب بضيوف اللي انضموا لي في الاستوديو، ابطال ناشئات 2007 مواليد 2007 لكره اليد، معانا طبعا المدير الفني كابتن حنان عيد، وبالمناسبه هي اخت طبعا الكابتن نصر عيد، احسن لاعبه كره يد اختارتها صفحه النادي الاهلي الرسميه السنه دي، واكيد ان شاء الله هتكون معانا في حلقه من الحلقات، واخت كمان مروه عيد نجمه الفريق. اهلا بيك يا كابتن حنان. اهلا وسهلا كابتن، منورانا. الله يخليك. الحقيقه اول مره تكوني معانا، بس ان شاء الله. شرف ليا يا كابتن. لا شرف لينا كابتن، ومجهود كبير وحضرتك اسم كبير طبعا في كره اليد. ربنا يخليك كابتن هيثم، شرف ليا. وبينضم لينا طبعا لاعبات الفريق، معانا اللاعبه الصغنونه جنى محسن. ازيك يا جنى؟ الحمد لله، منورانا. ومعانا طبعا اللاعبه لما محمد. لما محمد صح؟ ازيك يا لما، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ كويس، كله تمام؟ صغيرين او كتاكيت خالص. طيب خلينا اروح لكابتن حنان الاول. كابتن يمكن السن ده صعب، انت اشتغلت على المستوى الكبير الفريق الاول يعني المستويات الكبيره، ومرنت في السن الصغير، مين اصعب؟ السن الصغير طبعا. ليه يا كابتن؟ ان انت تعلم لعيب صغير ده صعب جدا. صحيح. طبعا يمكن يعني اللعيب الكبير بيكون لا سهل تتعامل معاه، مش زي اللعيب الصغير. ودي من يعني المدربين اللي تحت دول بيتعبوا جدا جدا طبعا في التمرين مع اللعيبه الصغيرين دول طبعا. طب قولي لي يا كابتن، انت في السن ده لما بيجي لك اكيد بتشوفي لعيبه مثلا فيها موهبه عندها مستقبل، بتعرفي ده ازاي؟ من توافقات. توافقات. التوافق بتاعها. تقدر تحدد لو كانت لعيبه هتبقى كويسه ولا لا، خطوات رجليها طبعا، حركه ايديها مع رجليها طبعا، السايد ستيبس كتير، تفرق كتير جدا معاها طبعا. طب واهم حاجه في السن ده يا كابتن بتشتغلي على شخصيه اللاعب فيها ايه؟ اهم حاجه يعني ايه اللي انت بتبقى عايزاه توصليه للاعب باسلوب تفكيره بشخصيته جنب الناحيه الفنيه؟ لازم يحب اللعبه. لو حب اللعبه هتفرق معاه كتير جدا، اي حاجه اي معلومه هتديها له هيتقنها. صحيح، لازم يحب اللعبه. لو حب اللعبه هتفرق معاه جامد جدا. وخلي بالك يا كابتن بيبقى في شهره ما بين ان اللاعب يحبك ويحترمك. طبعا ممكن يحب، ممكن توصله لمرحله يخاف منك، ودي مشكله. وكانت مشكله كبيره. كبيره. يعني بتعملي ده ازاي لو لاعب بحاول يعني انزل للعيب نفسه. برافو عليك. يعني انا كمدرب يمكن ده كان حصلت معايا في الحارس المرمى اللي عندي، وكانت كابتن بيسا قالت لي انزلي لها كلميها، كانت خايفه مني. الاجوان. كانت عندي مشكله. بس الحمد لله فعلا خدت كلامها ونزلت لها وتعاملت معاهم واحتويتها. ما هي دي فرق كتير معايا. خلي بالك اللعيب، برافو عليك، اللعيب الكبير بقى مش عنده، لا لا لعيب كتير يا دوبك انت بالظبط خلاص عدى المرحله دي، عدى مراحل كتير. صحيح. كتير جدا يعني. صحيح، برافو عليك يا كابتن الحقيقه، والحقيقه الله يكون في عونكم. يعني السن ده بيبقى صعب، حتى لما بتخرج لاعب وتبقى شايف انه لاعب موهوب ازاي صعب التعامل معاهم. صحيح. كمان صعب. صعب. صحيح. بس الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا بنمرن في النادي الاهلي، وده قدرنا ان احنا في النادي. صحيح. الاهلي. صحيح. والحمد لله. خلي بالك انا برضو وانا قاعد معاكم قبل الهوا عاجبني ما شاء الله شخصياتهم، عاجبني كلامهم، اعمار جمال، هم فرقه جميله جداً يعني هتلاقي حتى نفس الاعمار السنيه في مكان تاني او ما بيلعبوش رياضه، لا بتلاقي فرق في حقيقه في طبعًا. في الاسلوب والكلام والثقه طبعًا. لا برافو عليكم. طب خليني اجي لك يا جنة بقى، يعني انت ايه اللي حبيبك في كره اليد؟ بابا وماما كانوا بيلعبوا كره يد زمان، هي لعبه ممتعه جدا. واحده واحده، بابا بقى اللي هو محسن سليمان وماما سلوى محمود صح؟ انا عرفت قبل الهوا. انت كنت عارفه ان هم بيلعبوا يد، شفتيهم؟ لا بس هي ولا اتحكى لك؟ اي ماما كانت بتحكي لي بقى. هي كانت لعبه حلوه جدا، هم كانوا بيلعبوها كان مبسوطين فيها، هم يعني كانوا بيفضلوا يقولوا لي عليها فحبيتها ودخلتها، كنت في اكاديميه. انت بدات في اكاديميه الاهلي برضه؟ وبعد كده بدات تدريجيا تخش الفريق، ودلوقتي انت في فرقه. طيب مين اول مدرب انت اول ما تيجي كره اليد في دماغك وانت صغيره حببك في اللعبه دي؟ كابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم. حبيبك كابتن ابراهيم ايه؟ فاكره ابراهيم ايه؟ لا مش فاكره، بس هو كان ماسكه من الموسم اللي فات. كابتن ابراهيم يوسف. ابراهيم يوسف. كابتن ابراهيم يوسف. شوف انتوا لسه فاكرين الاسم، حبيبكم في اللعبه وخليك كابتن حنان. كابتن حنان. بس يعني كابتن ابراهيم بعدين قام جات لنا كابتن حنان. بس اول حد مرات كابتن ابراهيم. طب انت ما بيجيش عليكي وقت تقولي كده لا خلاص انا مش عايزه كره يد بقى كده كفايه انا عايزه العب حاجه ثانيه؟ لا. خالص. لا. برافو عليكي. طب لما انت نفس الكلام ايه اللي حبيبك بقى في كره اليد وخليك تبتدي؟ انا ليا اخ اكبر مني 2003، فهو كان مميز في اللعبه ما شاء الله، فانا عجبتني اللعبه فقلت اجربها، ف
فالحمد لله كملت فيها كويس وعجبتني فقلت خلاص اكمل فيها. يعني انت اللي بدات معاك اللعبه اخوكي؟ اه. كنت بتروحي معاه بقى وانت صغيره؟ كانت كوتو كده صغننه مع ماما؟ بحب اتفرج معاه ان هو كان ما شاء الله كويس يعني. طب انت لعبتي سباحه الاول؟ ما لعبتيش سباحه. انت جليتي مني، يعني كل اللي كان معايا في الاستوديو النهارده كانوا بيلعبوا سباحه الاول وبعد كده راحوا على اليد. طيب قولي لي، يعني انت بتلعبي ايه الاول، مركزك؟ انا سنتر هاف. وانت يا جنى مركزك ايه؟ باك رايت وبلعب وينج رايت. ما شاء الله. طيب انت شايفه يعني لعبه اليد عنيفه وفيها خبط وفيها رزق وفيها فاولات عنيفه شويه، مش بيقلقك ده ولا انت حابه الموضوع ده؟ لا انا حابه ان انا يعني مفيش حاجه خلتني اخاف من اللعبه. لا طيب انا ادفنتشرس قوي فانا بحب اجرب واتفرج. طيب وهو يعني خليني برضه اقول لك، بابا وماما بيجوا معاك الماتشات واخوكي اكيد بيشوفك. بامانه كده من غير بقى بيوجهوك يقولوا لك ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي دايما ماما تقول لك لا خدي بالك يا لما انت المفروض تاخدي بالك من كذا؟ لا انا مامي سايباني على حريتي، يعني بتقول لي اعملي انت عايزاه، يعني مفيش حاجه معينه تقول لي ما تعمليهاش او كذا. يمكن ده برضو مخليك محببك في اللعبه ان انت مفيش اعملي كده وما تعمليش كده. اكيد. طب قولي لي بقى، مين اللي مختار لك اللبس الشيك ده؟ مامتي. مامي الستايلست بتاعتك. وانت بقى مين اللي مختار لك اللبس؟ برضو مامي. بابي ملوش اي دور خالص في اي حاجه كده، دايما الاب مظلوم. ها يمكن يا كابتن اولياء الامور بيتعبوا جدا. طبعا. انا احب بس اشكرهم ان اولياء الامور فعلا تعبوا معانا في الفتره اللي فاتت دي، في تمارين، في مواعيد تمارين، في ساعات كنا بنمرن الصبح. فالناس بصراحه يعني بوجه لهم الشكر والف شكر ليهم. وفي نفس الوقت برضو لازم ادي الشكر برضو لكابتن بيسا المدير الفني، كابتن راضي، كابتن محمد راضي، عمل معانا مجهود جامد جدا في البطوله. كل زمايلنا المدربين عندنا في النادي كلهم، سواء الجهاز الفني الطبي او الاداري، بصراحه كلنا بنشتغل ايد واحده. صحيح. كل النادي الاهلي. ودي احسن حاجه في طبعًا. يعني في روح اليد هرجع لحضرتك فيها طبعًا. ولكن قناة النادي الأهلي طبعا، والنادي الأهلي بيعزي المهندس هشام نصر خالص التعازي في وفاة طبعا المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بنعزيه في وفاة والده. الحقيقة يعني طبعا كل العزاء للمهندس هشام نصر وأسرته. الحقيقة طبعا هو متواجد دلوقتي في الجابون مع منتخب مصر، طبعا تلقى خبر وفاة والده. ربنا يصبره ويرحم والده وإن شاء الله ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. قناة النادي الأهلي وبرنامج ملوك الصلاة الحقيقة بيتقدموا بخالص خالص التعازي المهندس هشام نصر. ربنا يصبره، يعني مفيش حاجة تتقال في الوقت ده غير يعني ربنا يصبره ويرحم الفقيد. امين. أنا آسف طبعا يا كابتن، ولكن عزاء واجب طبعا. طبعا عزاء واجب ولازم ربنا يرحمه. ربنا يرحمه ويصبر المهندس هشام نصر. امين. خليني ارجع لحضرتك برضو، يمكن كان كابتن كريم معانا في الفقره الاولانيه، انتوا كلكم اسره واحده بتقعدوا مع بعض حتى طبعًا. في الماتشات كل اي ماتش، اي فرقه عندها ماتش، كل النادي كل الجهاز مع الفرقه. طب دي بتبقى اوامر من كابتن بيسا ولا منكم بينكم من بعضيكم؟ يعني انتوا لا ده هو النادي الاهلي، وهي بصراحه كابتن بيسا اللي عودتنا على كده بصراحه. يعني اي فرقه، يعني احنا مثلا الفتره اللي فاتت دي كلها كانت الفتره دي بتاعت الناشئات اللي هي فرقه 2006 و2007 و2008، فكان كل المدربين بكل الجهاز كان ورا الثلاث فرق دول. صحيح. ولحد ما ربنا اكرمنا وخدنا البطولتين. إيه انت لعبت الجمهوريه الصيفيه والشتويه دلوقتي تصفيات المنطقه؟ ناقصتنا في بطوله المنطقه ان شاء الله هنلعبها، بس بعد ما تخلص البطوله الشتويه اللي شغاله دلوقتي في نادي الشمس. احنا المفروض احنا ونادي الشمس ونادي الطيران برضو في السن ده قوي. ونادي الشمس برضو نادي الشمس قوية. هو كابتن كريم قال لي الشمس عنده هو اقوى، بس الطيران في السن 2007 ونادي الشمس فرقة برضو كويسة. طبعا مستوى الجمهورية مين بينافس؟ كان المفروض الزمالك فرقة كويسة برضو قوي، وكان سبورتنج وسموحة، يعني كانت في فرقة في اسامي ثابتة، سموحة، سبورتنج، الشمس، دول ثابتين وبتختلف بقى من نادي للتاني حسب المرحلة السنية على حسب الامكانيات بتاعتك. طيب ارجع برضو لابطالنا الصغيرين او بطلاتنا الصغيرين، جنى قولي لي انت يومك بتقضيه ازاي؟ بتصحي من النوم امتى وتروحي المدرسه ازاي؟ يعني كلميني عن يومك كامل. انا بصحى بدري، بروح المدرسه، بعدين برجع بقى تعبانه جدا. مدرستك بعيد الاول يا جنى؟ في التجمع. انا ساكنه في فريق مصر. تاخدي مشوار كده حلو على الصبح كده جميل، تروحي مدرستك وبعدين؟ بعدين برجع بقى تعبانه، يعني ممكن انام شويه، بعدين اصحى اكل حاجه، انزل تمرين، يعني اعمل برضو الواجبات، انزل تمرين، برجع اذاكر لي حاجه وانام بقى. طب لما ترجعي بقى من التمرين وتعبانه كده ومامي تيجي تقول لك يا جنى تعالي اعملي الهوم ورك ده ولا حاجه، ما تقولهاش انا تعبانه مش قادره، ولا بتروحي تحلي؟ لا بروح. لا قولي الحقيقه. طب وانت يا لما قولي لي بقى يومك بيبقى عامل ازاي؟ انا بصحى بروح المدرسه، برجع اكل حاجه، بعد كده بلبس عشان اروح تمرين، بس قبليها بعمل هوم ميكس يعني لو عندي وقت.
يعني لو عندك تمليك متاخر شويه بتفضلي تحلي الواجب قبل ما تروحي او الهوم ورك؟ كل مره بيبقى عندي تمليك متاخر شويه فانا بعمل هوم. برافو عليك، عشان ما يبقاش عندك حاجه لما ترجعي تتفرجي شويه على التلفزيون بقى. مش قوي عشان ما يبقاش عندي وقت. طيب وبعدين برجع من التمارين بنام، وكل يوم ببقى نفس الروتين يعني مش بغيره. طيب كلميني بقى عن الاكل في العربيه واللبس في العربيه، صح؟ بتضحكوا بتعملوا كده؟ بتحصل ساعات عشان انا يعني انا عكسهم، عشان انا امريكان فانا يعني عندي مدرسه كتير. فانا ساعات بعمل كده، ساعات بطلع بره التمارين، ساعات بغيب. شفت انا عارف ازاي بقى؟ شفتي؟ ما كلنا برضو بنمر ده. طب قولي لي برضو، خليني اسالك عن حاجه، لما بيبقى عندك ماتش الصبح، واكيد يا كابتن بيبقى عندهم ماتشات ساعات الصبح في البطولات. على طول احنا ماتشاتنا النادي الاهلي بيعمل جوابات لل... طبعا بيعمل جوابات ليكوا. طب بيفوتك حصص اكيد طبعا، لان هو بتعوضيها ازاي؟ انا بقى بروح المدرسه بظبط الامتحانات وبظبط الواجبات، في الاخر بعملهم بقى في الويك اند يعني. اي اجازه اي وقت انا فاضيه فيه بعمل اي حاجه ناقصاني. مش بتطنشي؟ بعمل اي حاجه ناقصاني. طب قولي الحقيقه. طب وانت يا جنه برضو بتعملي نفس الكلام لما يكون عندك ماتش الصبح وبتخرجي من المدرسه بدري، بيفوتك يعني حصص، بيفوتك دروس مهمه، بتعوضيها ازاي؟ هو انا عشان ناشونال فساعات يعني مش بتيجي، بس لما بيحصل ولا ماما بتشرح لك بقى؟ لا. وكله محفوظ يعني، الـ الـ الاب والام هم اللي بيشيلوا الموضوع ده اكيد. طب انت ما يعني بتحسي ان انت يعني متضايقه، لا انا فاتتني حاجات، ولا بيبقى عندك عزيمه اكتر ان انت تعوضي اللي فاتك عشان تقدري تنتظمي مع فريقك؟ لا هو انا ممكن يعني اعوض اللي فات واركز فيه. مش انا كويسه. طب قولي لي انت عايزه تبقي ايه؟ عايزه تبقي دكتوره، مهندسه، نفسك تكوني ايه؟ عايزه لما اكبر لعيبه هاندبول واحترف بره. ما شاء الله كله على طول عايز يحترف بره. تمام. وانت يا رب برضه عايز احترف بره، بس ابقى مميزه، مش مثلا اقعد بره على الخط او كده. عايزه العب وابقى من احسن اللعيبه اللي في العالم. والتعليم ده على جنب ملوش لازمه؟ لا التعليم برضه يعني بنظم وقتي ما بين التعليم والمدرسه. لا قصدي يعني احنا بنتكلم على يد بس الشق الثاني مهم، ان برضه تبقى مهندس، تبقى دكتور، تبقى اي وات ايفر انت عايز تكون ايه، ولكن لازم تكون حاجه برضه يعني جنبيها، لان الاثنين عارفه بيبقوا خطين ماشيين جنب بعض. بس انتوا ما شاء الله من صغركم عارفين الموضوع ده. طيب وانت تعرفي لينا حد محترف بره ولا لا؟ اختك امتحان طبعا. ومين تاني؟ اعرف ناس كتير بس يعني كابتن احمد. لا احنا مش كتير، هم لا احنا بنتكلم على البنات. هو في مروه محترفه بره، وعندنا رحاب جمعه ورحاب. لا هم دول اتنين محترفات بره، لكن هم ما شافوهاش. ما شافوهمش. طيب يعني انت على اتصال بمروه يا كابتن ولا؟ على طول طبعا. اخبارها ايه؟ قولي لي بتلعب فين؟ الحمد لله تمام. بتلعب في نادي نيس في فرنسا. نادي نيس فرنسا. ما شاء الله الحمد لله. وترتيبه كام نادي نيس دلوقتي؟ يعني خامس رابع حاجه زي كده. نادي يعني كبير كمان. نادي كبير. خلي بالك احنا عندنا هناك علي زين. في علي زين وفي ممدوح هاشم. ممدوح هاشم هناك. برضه هناك فرنسا. طيب وعندنا برضه رحاب، بس رحاب بتلعب في نادي ايه؟ لا ما مونبلي بتهيالي ولا مش عارف. مش عارفة. بس مروه يمكن في ترتيب. لا مروه بتلعب في دوري المحترفين هناك. بقى لها كام سنه هناك مروه؟ مروه دلوقتي بقى لها 6 سنين او 7 سنين. انا بس عايز اقول للساده المشاهدين انه في لاعبات على مستوى عالي كبير جدا في النادي الاهلي، وبنحاول ان شاء الله نجيبهم. يعني مروه ايه كمان ان هم يعني بتلعب في 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 نادي نيس فرنسا، خامس او سادس الدوري في المحترفين. طبعا ما حدش يسمع عن الكلام ده، فاحنا دورنا كملوك الصلاه ان احنا اكيد هنفضل طبعا ورا مروه لغايه ما نلاقي وقت هي نازله فيه اجازه ولا حاجه وهتبقى معانا. نفس الكلام رحاب جمعه برضو، كانت لعيبه النادي الاهلي وسافرت احترفت فرنسا. الحقيقه اسماء كبيره ولكن الميديا ما بتديهاش حقها، وعشان كده قناه الاهلي كانت يعني في ملوك الصلاه كان ليها السبق ان احنا نكون نحط الضوء على كل النجوم دول. والحقيقه يعني قناه الاهلي حريص على ده، لان مش بس الموضوع كره قدم، كره قدم معشوقه الجماهير، ولكن ده دورنا كقناه النادي الاهلي ان احنا نعرف الناس بلاعبات كبار زي مروه عيد وزي رحاب جمعه. كابتن بتهيألي يعني اكيد مروه خدت رايك في الاول قبل ما تحترف، اكيد قالت لك طب يعني هي كانت امنيه حياتها ان هي تلعب بره، يعني لو مش هتلعب في النادي الاهلي كانت هتلعب تحترف. شايفين يا بنات الموضوع ابتدى بحلم. طبعا يعني مروه والنادي الاهلي اديها الفرصه بصراحه ان هي تطلع و... ما وقفش في طريقها. لا 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 خالص. لا خالص. كان الكلام ده سنة كام يا كابتن؟ ده من حوالي 7 سنين. سبع سنين لما جالها العرض عملت ايه؟ راحت يعني عرضت الموضوع ده على النادي، واكيد هي كانت مرتبطه بعقد. عرض الموضوع على النادي والنادي وافق، وكابتن بيسا كان لها دور برضو ان هي تساعدها على الاحتراف. طبعا طبعا مشيتها بيها برضو. طب خليني ارجع تاني لفرقتنا ونشوف يعني بطولة القاهرة مثلا اقول هتخلص على شهر مارس. ان شاء الله. ومن مارس بقى لشهر مايو او يونيو بنمرن برضه، بس مفيش بطولات. لا يبقى خلاص، سواء السن الميني بطولتين
صيفيه وشتويه، واحده بشهر 9 اللي هي قبل الدراسه، والثانيه بتبقى بشهر 1 في اجازه نص السنه. وبتسافروا يا كابتن اكيد يعني؟ اه بنسافر قبلها، لو في اسكندريه بنسافر قبلها بيوم وبنلعب بطوله هناك في اسكندريه. طب وبالنسبه يعني الصيفيه والشتويه بيبقى نفس الفرقه بتتاهل، ولا اللي عايز يشترك يشترك، ولا ليها تصفيات يعني؟ لا 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 انا على حسب الفرق. اللي عايز يشترك يشترك مفتوح. طب وممكن تتعمل واحده في القاهره واحده في اسكندريه ولا؟ هي على ما اعتقد واحده في القاهره واحده في اسكندريه. واحده في اسكندريه. طب ليه مش شايفين كره اليد بالنسبه للبنات منتشره في يعني في المحافظات؟ ليه متركز؟ هي بدأت الى حد ما. يمكن الميديا مؤثر في الموضوع ده كتير. كتير. يمكن الميديا، لان لو 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 السبوت على اللعبه دي اكيد قاعده كتير. كتير. طبعا. خليني برضو ارجع لكم تاني. جنى قولي لي، يعني انت مين اللي بيتعب معاكي، بابا ولا ماما اكتر؟ لا ماما. ماما بتتعب معاكي. طيب ولما بتحسي انك بتلعبي ماتش كده كويس ولابسه تيشيرت النادي الاهلي وبتروحي مدرستك، بتحسي ان انت كده مميزه وسط صحباتك ولا لا؟ طبعا. ليه؟ فخر. مميزة. تحسي ليه ان انت مميزه؟ يعني بلعب في النادي الاهلي، طب يعني بتقول لهم ايه يعني؟ ان هو فخر ليا ان انا العب في النادي الاهلي. فعلا حاسه ان ده شرط. طب والنادي الاهلي لو خدنا مركز تاني عادي ولا لازم مركز اول؟ لا لازم مركز اول. شوف الصحيح مركز اول. يعني حتى المركز التاني يعني ده مش موجود. مش موجود. لا طبعا. يعني وطبعا المكسب وخساره بتاع ربنا. بس طبعا الحمد لله، بس احنا عودنا على كده، ربنا على كده. وانت يا لما نفس الكلام؟ بس مامي برضو هي اللي بتتعب معاكي. مامي اكتر اكيد طبعا، لان هي اللي بتوديك وبتجيبك وكده. طيب وبرضو المركز الاول اخباره ايه معاكي، ولا المركز الثاني عادي؟ لا لا المركز الثاني مش هينفع. لا لا المركز الثاني مش هينفع. طيب يعني قولي لي، لو عندكم ماتش جامد نتكلم يعني وانتم صغيرين لسه في السن ده بتتكون شخصياتكم، عندك مثلا هتلاعبي سموحه فرقه جامده وعندنا ماتش ورايحين في الباص رايحين الماتش، يمكن اسال لما الاول تبقى عندك قلق شويه كده وخايفه؟ مش قوي، بس طبعا ببقى خايفه في الاول، بس اول ما بنزل الماتش فبحس عادي، انا مش خايفه وبلعب وببقى كويسه الحمد لله. وحاسه ان هو عادي، انا هنزل ادي في زي ما بادي في التمرين. مش ببقى خايفه قوي. خلي بالك ده ضغط عصبي بيكون على اللاعبات او اللاعبين، وده اللي بيتعلمه الرياضه، انت ما تخافيش، عندك ثقه في نفسك. صحيح. وانت كمان كده يا جنة؟ بس انا يعني بقى متحمسه شويه، في نفس الوقت بقى خايفه، بس لما بنزل بلعب حيل مش بخاف. عشان نفرق كمان. برافو عليك. ولما تجيبي جون كده بتشجع نفسك جامد؟ برافو عليك. طيب يعني الوقت مر سريعا الحقيقه، الواحد بيبقى سعيد جدا لما بيقعد مع الفرق الناشئين والناشئات، لان الحقيقه الواحد بيحس قد ايه في مجهود بيبذل، ومش بس مجهود، بيحس قد ايه ان بعد سنوات قريبه ممكن يشوف دول ابطال. فالحقيقه الواحد بيبقى سعيد جدا بالوقت اللي بيقضيه هنا، بس الحقيقه غصب عنا في فقرات لازم تنتهي. بشكر حضرتك كتير. كابتن حنان عيد طبعا. لا ده شرف كبير لينا، وحضرتك من عيله كبيره يعني. نصر عيد اخت حضرتك ومروه المحترفه، ونصر احسن لعيبه السنه دي، فانتوا عيله قدمت كتير لكره اليد يا كابتن حنان. نورتينا وشرفتينا. شكرا. واللعيبه جنى محسن يعني نورتيني وشرفتيني، عايزينك تشوفك بقى بطله كبيره وتحترف، احنا مسجلين كل حاجه. ومعانا طبعا بشكرك يا لمى، شكرا جزيلا، وربنا يوفقك وان شاء الله تحققي كل احلامك الكبيره ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، هنطلع لتقرير سريع عن الجمباز. الحقيقه الجمباز لعبه ليها باع كبير جوه النادي الاهلي، واحنا حريصين ان كل فتره لازم الكاميرا او كاميرا ملوك الصالات تنتقل هناك وتعمل تقارير مع الجمباز. هنشوف طبعا التقرير ده، وهرجع طبعا استقبل ضيفي في الفقره الثالثه الاستاذ حسام زايد رئيس اللجنه الاعلاميه بالاتحاد المصري لكره اليد، لان طبعا ما ينفعش ملوك الصالات نطلع من غير ما نغطي الحدث الاكبر على الساحه الرياضيه اليومين دول، بطوله افريقيا ال 23 لكره اليد للامم اللي بتقام في الجابون واللي تاهلنا للمباراه النهائيه. هنشوف التقرير وهرجع استقبل ضيفي الاستاذ حسام زايد.